صديقاتي أصدقائي، بقالنا كده مع بعض على قناتي 10 سنين. دكتور أيمن زعلول هزاع، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام. قدمت لكم فيديوهات كتير، عرض جديد اللي هو السوبر شات، ان ستتواصل معايا تستشيرني استشارة علمية جراحية من خبير تجاري امين مقابل مبلغ بسيط جدا، اقل من اي كشف في اي مستوصف متواضع، ب50 جنيه مصري او 2 دولار. انت تشترك في القناة اولا، بتنتقل الى المنتدى، بتنتقل الى سوبر شات، بتسجل نفسك في اي بي وبيقول لك طريقة الدفع ازاي، بتدفع مبلغ متواضع اللي قلتلك عليه، وبعدين بتتواصل معايا بأجيبك في خلال ساعات قليلة إجابة كاملة شافية ووفية علمية أمينة إن شاء الله، هتفيدك جدا في ظل تضارب الآراء بأسباب كثيرة. ما يفوتكمش العرض ده. دكتور أيمن زهور هزاع. أهلا بكم، حلقة جديدة من كلام فضفضة. زمان جالي واحد اعرفه كويس، وكان عندي زحمة وحاول يدخل ليا، وبعدين استنى الكشف اللي موجود على ما خلص وطلع، وبعدين دخل لي بسرعة: دكتور سلطتك، يلا يلا سلطتك، حضرتك البيت حالا دلوقتي. ايه يا راجل، في ايه؟ انا ما فيش وقت، يلا. المهم خدت الشنطة ورحت معاه. الطريق اخذ ماشي تقريبا اقل من 10 دقائق. دخلت البيت دور واحد، لقيت طبلية كبيرة بتاعت اكل ومحطوط عليها اطباق اكل، وكل واحد راجع بظهره ومحدش بياكل، واحدة بس مرمية على الطبلية. ايه مروحة؟ قالي وهي بتاكل شرقت. عدلتها كده لقيت الشعر ابيض خالص، وشي ميت. سنها لا يتجاوز 30 سنة. كانت سيدة مجاهدة من اللي هي بياخدوا خضار وينزلوا القاهرة يبعوه، وبعدين رجعوا آخر اليوم. بسرعة كده عرفت القصة، كانوا محضرين الأكل ويدوبك هي دخلت البيت ولسه حتى ما لقيتش هدومها، وحطوا الطبلية بتاعتهم وحطوا الأكل. فمن الجوع أو من التعب أو من أي سبب زولت، وكان الأكل عبارة عن كرشة، يعني اللي هو بقى كده مش فتافيت يعني، فزورت. المهم جريت جري بسرعة ورميت على ظهرها على الأرض، ونزلت على أسفل القفص الصدري بإيدي الاتنين، و دب 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 وروح بعيد وأقرب وأخش بعزمي وآخر ما عندي، إلى أن اتنطرت بعد مدة طويلة، 5 دقايق تقريبا، ودي تعتبر مدة طويلة. طلعت الحاجة اللي كانت زورانة فيها، وهي حتة كرشة، وحطيت البقان وضفته، وبعدين بسمع القلب، مفيش قلب، مفيش نبض، بسمع النفس، مفيش نفس، وتبين لي إن هي توفيت من وقت طويل تعدى أن أعمل لها عاش قلبي لا قوي، لكن انا كان علي ان انا اطلع الحاجة الاول، يعني ان مهما اعمل ان عاش قلبي لا قوي السكة مزولة مش هتنفع. طبعا خرجت من البيت وانا حقيقة حزين جدا، لان هي شباب وكان الشيء كله حيوية منور كده ومجاهدة جدعة يعني. ومن بعد الموقف ده اخدت جنب مسار الجراحة، مسار الطوارئ، وتدربت فيه الى ان صرت مدرب طوارئ، ودربت معظم كوادر الطوارئ من اطباء ومسافين وتمريض على مستوى الجمهوريه. بعد ما اخذت حوالي 2 سنين وعين طلعت لي شهاده مدرب، ودي رابع زياره منزليه محبطه. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.